إذن اجتماع لجنة إعداد التراب اليوم تدارس نقطتين هامتين. النقطة الأولى تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية إطار تتعلق بالمشروع المندمج لتنمية عمالات وأقاليم الجهة، وهذه اتفاقية مهمة جدا، نقدر نقول أنها أول اتفاقية اللي كتنزل تعاقد ما بين الدولة وبين الجماعات الترابية وكتعطي للجهة في إطار الاختصاصات ديالها الذاتية سواء عبر إعداد التراب أو لف التنمية الجهوية الفرصة أنه دخول في شراكات مع مجموع المتدخلين في الجهة من سواء من حيث مؤسسات العمومية ولا السلطات العمومية، فرصة أيضا أنه المشاريع دار يعني بواحد الالتقائية اللي كتسمح أنه نوحد الجهود ما بين كل المتدخلين. الاتفاقية الأولى لتنمية الأقاليم فيها يعني كتهدف إلى إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية بكل الأقاليم وعمالات الجهة عبر عدة محاور، يمكن نقول أهمها تحديث تهيئة وإحداث وتقوية الطرق، تعميم الولوج الماء الصالح للشرب، تعميم الولوج للكهرباء، تنشيط الاقتصاد للقرب، التكوين، يعني مجموعة من المحاور هامة جدا. بالنسبة للاتفاقية الثانية هي اتفاقية الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة، جماعة تطوان ووكالة الحوض المائي للوكوس من أجل إنجاز واحد القنطرة لصرف مياه الأمطار في المنطقة الصناعية في تطوان، ذلك لحمايتها من الفيضانات، لأن المنطقة الصناعية في تطوان معروف أنه خلال فصل الشتاء يعني كتعرض الفيضان وكيصعب أنه الولوج للمستخدمين ولا المستثمرين. الهدف من إنجاز هذه القناة لصرف مياه هي الحماية ديال المنطقة من الفيضانات.